وين موجود؟ صلاح متيت انت؟ ها؟ زنان يعني اساس من زمان. عشر مرات داق لي. سمعت والله. انت لا انا سمعت. ما في مشكلة حبيبي. ها. هي مسكول هي نسوي مسكول مرة واحدة. احنا هذا موضوعنا كان المسجات والتليفونات اللي من اول من تالي. شكرا شكرا. يلا الحين بيك زين. دواركا. يسوي يعطيه فرقة صحة ولا شيء يرطب عندكم؟ صلاح 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 دواركا دواركا صلاح صلاح تريد شاي اخضر جرين تي ولا كوفي؟ انت شو تريد؟ اها يبغي شراتي ها دواركا ميك فورهم جرين تي زين صلاح؟ زين صلاح؟ جرين تي اوكي يلا يلا يا شيبه الله يبكم يا انه تو تكود تكويده ما شي كبرها بخير حينه احسن شيكتي دواركه الحمد لله يلا نيس دهني ولا نسير الميل على الخيمه وي نيساني يو ار جوينج سام وير خيمه بترسل نسير الخيمه حبيبي يلا يا شيبه يلا يا شيبه ها بعد شو طالع ما نزلق ما زايخ ومتزلق بعد امسكي سروال ثانيه وفي بريك باس تعالي بتا تعالي يا ثانيه امسكي سروال زين اعطيك شوي شوي ها بتتكود اي طالع فوق سوي سوي اوكي خلاص خلاص برايك صح وين صرت اليوم؟ البيت وين؟ وين وين؟ بيت براح صرت حق عبد الله روش؟ لا ولا واحد لا ولا واحد ليش؟ راح صالون صالون اليوم؟ ايه بابا متى؟ الحين الحين بصير صالون؟ ايه هالقايله قايله الله يا صلاح من يتعلم علومه خلاص ادمن عليها قايل الله كريم الله كريم احنا ما قلنا غير الله كريم من اول ما يعزر علي الى بند الكنديشن لازم بند الكنديشن؟ بارد يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور يا مرحبا يا مرحبا بصلاح ايش حالك وكيف انت؟ تمام شو الشارجه؟ خير استانست؟ صرت هذا 06 مول؟ لا لا هذا مو بس كوفي هناك في المول؟ ايه فنان؟ صلي لا صلي صليت يعني الفيديو ايه صورت اولاد وبنات وحريم بكى شفته ايه شفتهم حبيبي كلهم شوفوا الصور ومسجات يسلمون عليك ايه عجيب بس انتم اللون الملكي اليوم مسوي هوايل اللون الملكي مسوي الهوايل هل صحت صلاح؟ متى؟ في البيت داخل يلا حينا وهذا فين يا صلاح هذا فين يعلك تفضل هني اهلين وسهلين يباشر عاد مثل هالوقت ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين انه ابوي في الدرب وين؟ وين بسير باشر بسير ترى ما خبرتك؟ وين؟ بسير العين بشيل ابراهيم توفيق اذا ان شاء الله لا بسير منك من العين بسير عمان اذا بسير عمان بكره الثلاثة بنبات بنتغدى في صحم وبنتعشى في مسكت وبنبا هي ثاني وثالث ليش لا شو المشكلة زين بنتعشى في مسكت بنسكن في فندق دبليو مسقط جديد توه مفتوح لنك يلق خلاف أبوي بنبات ونهار ثاني بنسير ولاية صور الشرقية هي وبنمسي عندهم أبوي يومين وثلاثة وبنطالع البلاد وبنشوف الأخبار
والعلوم وبنسير وبنطالع اللوادم واللوادم بنطالعنا، بنسولف ويا العرب والعرب بتسولف ويانا، وبنسير عليهم وبيسيرون علينا، والدنيا مطرجة، دنيا راكبها محول مثل ما قالوا الأوليين، ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات، اللي بين الزهر بعمري في البيت لا والله ما شيء كالف، لا والله بفر بالروح العزيزة وبشرج وبغرب مدام أبوي رويلاتي شالاتني، والحمد لله ما علي قصير، الخير خيري والشر الغيري، أي إنسان ينتمي إلى هالدولة مرة ما علي قصير، ولا يشكو من باس فضل من الله سبحانه وتعالى. إماراتي سبحان الله من يظهر من بلاده وصار إلى باتجاه دولة خليجية، مستحيل تحس بغربة، تحس بغربة يوم انت في بلاد آخر، بلاد بعيد بينك وبينه برور وبحور ومحيطات، لكن بالذات دول الخليج من تظهر من عليكم السلام. بعد إيلس كلو اللي صراحة حرام هذا ولدنا حين كم سنة عندي كلو ايه تفضل، لا كلو يعني سر ايه تفضل إيلس حفيظ أيام سوري ما أعرف ليش اليوم أنت لازم ما يسوي غداء، أنا ما خبرتك تسوي ما تسوي غداء، سويت غداء اليوم؟ لا أنا بختل دياعي وهذا فري بس ركب من اللو وكلكم بس زي. فري خلي حق الليل بالليل؟ إيه هو والدياعي لا تسويه اليوم، طالع على صرفه أو شووه خلوا حق العشاء، بينا غدا اليوم من برا. اوكي ان شاء الله. ما علي؟ اوكي ما تغدى عندنا صلاح؟ يا جبنا غدا. خذيه. يا جبنا غدا من عند جماعه. غدا مدينة زايد. مريحة الطيبين، مريحة الطيبين. صح عافية يا بيبي، مشكلة. ما بتغدى عندنا؟ لا. بس خلاص. حب شاتين شو مسويين؟ في قدرة وسوية شابية. انزين. لا تسوون حتى حق بشاتي لا تسوون، هذا بيسدنا نحن وياكم. اوكي شكرا. عطان انت خضر خله سوى العيش الابيض والخضره ان بد انت يا شي تول ترى نحن وانت وما وين يا شي يعني. السلام عليكم. السلام. ما لحقت على ارباب توت طاح صلاح توه. السلام عليكم. شو حالك؟ بخير. ماشي ها طاح طيحة شوية أشوف صلاح طالعني شوية في وريم سليم ما في سليم تكود داخل تكود هالشيبة مو كود سليم لا سليم سلب مستغرب ليش صلاح مستعيل انت الحين وين بسير واقف خلاص شو الو جيت قلت بسير الصالون الكبرى ما فتح حين عاد بس زي شو اسم الرجال اللي يسوي لك هذا مال الحمام مغربي؟ صفا مصطفى دب لا 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 دب مصطفى تخين براي هذا مصطفى واحد يتعامل ويا صلاح كم سنة حين عندك؟ صلاح كم سنة؟ سنين من السنين هذا صلاح يصير عند هالرجال اسمه مصطفى ويد هكلا ينبع علبة وذني ويسوي له كل الأشياء تحت بيطان ويقول شو شو بلا ها بتحرج الدنيا معتوب المتعني مصرف هو صلاح أخ عليك صار بتحرج صبعك أيوة وين ما سكر لا بعد شوية أي لا صلاح والله انه توه بغى يتكود شو بلاك شو يا هنر ويلاتك زولي غلطانه ما بتشوف لانك تسرح صلاح شو ما بخلص اجوز صلاح يلس حبيبي يلا برايكم عيال شوفي انت الحين صلاح شوي حبيبي ها اسد تحمل ها سلم على سلطان صلاح قول لي سلطان شحالك؟ سلم عليه سلطان ايه قول لي وين انت؟ وين انت؟ تعال لي
تعال هني. ايه قل له على السلامة. سبعي. قل له سبايدي. سبالتي. ما في شيء هو ما في شيء هو مش او انه ما يستوي او انه ممنوع. للي تخبروا ان القرص يستوي نحط مكان الشكر دبس او عسل. انا اتوقع في توقعاتي ان حطيته دبس او عسل اللي يفرق ترى اسم القرص قرص مفروك. كيف بيغادي متفلفل القرص حين ما ينكل في نفس الوقت كلت العرب شوية حينه. والقرص هذا للسفر يسافروا به المقانيس يسافروا به البحر يسافروا به الخارج. يوم حبه يسافر علاج سووا له طاسة قرص وشلها وياه. إذا فيها دبس أتوقع أو عسل بتغدي متماسكة شرات الكورة بتغدي دبج. واللي يخلي القرص غاوي إنه يغدي مبثوث يغدي شرات الخبيصة مختبص مبثوث مفروك. ترى اسمه ما مفروك هب اسمه ما باسمه قرص معصود قرص مفروك. العفيصة غير والمدلوج غير وايد أشياء فيها الدلج. لكن الفرق روحه يختلف. هذا دك بتفرك الطحين هذا أو الخبز نخالة القمح ويا الشكر في غدي منبث. لكنك أنت إن حطيت فيه شيء رطوبة بغدي خرسان. وشو خانته بيقعد حتى ينجز. ترى القرص قرص ما يباله دقة طبول. حد يشويه وحد بويه يسويه بالطريقة هاي. الحين هي هذه اللي نحن سويناها هاي المتداولة. الأول لأن من قلة لا حيلة برماد وصخامة وما فضل عنا وترابة وطحنت الزمان سقم ريجعين منو عن ثرى الأول ما شاء الله يطحنونه ما تحوش يديهم. الحين اللوادم ابوي تمدنت ما حد عنثر على السقم. حد من العرب يقول ابو محمد زيت وايد في القرص. ترى اسمه قرص شيء قرص مش وايد شيء قرص يسوون بهالطريقه بالدهن. والفقاع والخنفروش هذا لابد من الدهن. هذا شرا لابد منه. الخبيصه ما تستوى الا بدهنه. البلاليط ضروري لها الزعفران وضروري لها الشكر وضروري. ترى شوفوا كل شيء وله شيء. من بغى شيء ودر شيء. لا تقول لي انا ماسك دايت او بس باكل قرص لكن بلي دهن. قرص بلي دهن طيبه ما بس ما قرص اسم سقم. هذاك اسم سقم. هذاك اسم يهد بلى. القرص لازم الدهن الطيبة والشكر والمثيبة والقناد والطحين البر والمريس. هذا شغل الدهن ولازم يتقلى أو ينشوي واحد من الاثنين. لكن عن الدهن الطيب لابد ولا عذر. عذر لابد ولا عذر. كانك بتسوي قرص ولا بتسوي خبيصة. الخبيصة كيف تختبص ما تختبص إذا ما حطيت فيها الدهنة. بتعتين بتغذي عصيدة. حتى العصيدة وقت الضراب لازم تبدهينه حق تغدي شرات اللبانة. تغدي متعف اللثم تغدي تتمايط تتمطق بها يسموه تتمطق لسانك ينشب في اللها. هذا يوم تتمطع وتتمطق. حد يقول تتمطع وحد يقول تتمطق وتطعطع. هذاك غير عاد تطعطع والله مصطلحات. فما يستوي انك بتسوي خبيصة ولا قرص ولا بلاليط ولا بتجلي فقاع. بتسوي فقاع بلي دهن شيف. لازم ترى اسمع عوامة ما حلي. انت ما بتاكل القرص كل يوم سمتين وحدة ولا بتاكل القرص بتازم من زرب في بيت تبي يسمنونك للعيد. لا هاكل ياكل على رباط يختلف. لكن لازم اللي بياكل وبيحترج بيصير بحر بيجري بيصير جيم بيسوي رياضة بيبذل مجهود. هذا ما عليه انكل ياكل بعد شيء بسيط. قوت عن اللي يموت. ما بتاكل انت حينه مزار بطن وشبعه. هو هذا لا قاس خاشوقتين ثلاث انكثر جاء
كانها عصيدة ولا خبيصة ولا بلاليط ولا قرص يا عثرتنا نوضنكم حفظكم. أنا عندي موضوع بخبركم عنه، هذا باور بنك مالي، هذا نسيته عند بنو حيدون في رمضان. في رمضان نحن سرنا أنا وهلال بن محمد ومرزوق بن محمد القبيسي ومحمد حسين الخوري، سرنا وين؟ عند الشعافرة آخر أيام رمضان، آخر أيام رمضان، ونسيت الباور بنك مالي أنا. في نفس اليوم اللي أنا ناسي الباور بنك مالي يقول لي عاد محمد حسين متهلعين على البكورة مالتكم، قلنا له إن شاء الله بنطرش لكم شويونة، حطيت في حرارة صغيرونة طرشوا دريولهم شلوا هالحرارة. يوم عدى اليوم قالوا لا تسوي غداء، بنطعمكم من غدانا غدي أولنا هالكثيرو. قلت له تحطون وايتر ما حد عندي وحين بنربيكم. شو الموضوع والعلثة؟ شو العلثة؟ كلها بالباور بنك، العلثة كلها بالباور بنك. الحين بنرويكم شو اللي مطرش ومنو اللي بياكله. بياكلوني يرانا، انا ما عندي شيء يطيح، عندي الدبشاتير ما شاء الله كم اكثرهم العمالي وبيتي وهالبيت بيسد وبيزيد بعد بنعطي منها ان شاء الله. ريان بيتكم حسين الخوري، هذا كله سندويشات. ها ها كله شغلهم، تحيدون في البحر يوم يندبوا لنا منه، ها سندويشات بروحهم، ها كله شغل بيتهم. قلبهم حي، انا اقول لهم لو سووا مشروع تبيعون وتشترون والله بتغدون كم بنيه، عاد روحهم كم بنيه. هذا يوم يقولك تزيد الهرموز ملح، يلا تعال فتحي هذا ان شاء الله. ها لا تمت كنافه ولا بسبوسه وكيك من كم نمون. ها شو اقول لكم، هذا روحهم يسوونه كل شغلهم، فادهم حي. ها قرب الله تعدوهم مقواها. شو مليون نوع. ها شوفوا شوفوا ترمون احد يروم عليهم، قرب الله تعدوهم كله جاي من عندهم يا ربي. هذا علم ما تشوفون، هذا مطرش، هاي سلطه نمونه وهاي سلطه بعد منقير وهاي سلطه بعد منقير. اشوف شو هذا الحين، ها وهاي شوربه بعد منقير وهذا كب كيك وهذا شو. الله هذا تشوفونه، يا سلام على المشاوى. زين وهاي السلطه منقير وهذا ما ينتراب الشعادة وهذا يح احمر. يا سلام على الساقه، يا سلام على الساقه، يا سلام يا افتحي هذا، افتحي هذا يلا يلا عاده. يا سلام على فوقة الهامور، مصلي على سيدنا محمد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا جزيلا على الشر والبلاء. هذا عدم قرطس ما في يفتح الحين، يوم بين الحرمات روح بيفتح لنا ابو جاي من عنده. عيدي بتغيلن اليوم، بتغيلن بتاكلن لين تندحقن. يلا يلا خلوا ميون هناك، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. شكرا شكرا منزل حسين الخوري، شكرا جزيلا. ما شي خصك انتي بس، وين ما بنتي. شكرا حقهم الله العظيم، شكرا جزيلا. ما وحد اقلا شكرا تحرى، هي اللي خادمتنا كرهتي. الله العظيم مشكلة. أنا لو دريت أن هذا كل بي يا أبوكم كان نسيت الباور بنك من زمان. عيال طرشيل شوف حرارتنا، طرشيلهم هذا فيها الباكورة هالكبير طالب مكان الباكورة. شو طرشيل الدنيا كلها مريودة. هذا اللي قلت ما بصور الليليون اللي هلها يو فتحوه، بخبركم شو داخل، أطلع عليكم شو داخل. شنطة كلتش، شنط عاديات، كان كلهم سوايت على تكاليف الماركات الشناط من الغلايب بعد، شيء هرمز وشيء ما ادري شو. شو بقولكم والله، هذا اللي مسوي هالفكره ما ظني حد شراته بالدنيا سوتها هاي فكرتهم. هل بالمشروع هذا ما يدري، ها هذا هو، اظني جايينهم من برا ولا هذا اسم دكان خالد هذا مكتوب هناك. ارتينا ما ادري بشو هذا، المهم هذا شغلهم. نطرش شوكلت هذا بشو، كل فنان وكل زين. هذا عاد المهم، هذا
هذا ما في يترجع عادنا. هذا خبز المشاوي الفنان. هذا الخمير، الخمير اللي أبو كل يضاول الريق. ها شوف وضعيكم. مشاوى، ريحة المشاوى تضرب في خمرة الرأس، تضربك دورة منها. أما السلطات عادة تحدث ولا حرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طنبوني ناوي أسرح مسرح باكر. العيل جدا جدا صحام وغداي ترى في صحام مثل ما اتفقنا. سيرة عمان جولة، الجولة في ربوع السلطنة. يا غير الله يحفظكم، قلت في خاطري إن شاء الله كالف إني أسرح الصبح. أنا أبوي بسري سريه الليلة، وبابات في العيد انزين، وباكر بشله إذا الله راد، إبراهيم توفيق، بنتوكل على الله، بنوصل عند الجماعة أذان الظهر، بنصلي وبنتغدى عند عايض البريكي، وبنتوكل على الله، بنصير مسكت، نبي ندخل مسكت على عين النهار، على وضوح الشمس، عسب نشوف البلاد. أنا ما جيت مسكت الحين يقولك تغيرت 180 درجة، ما جيت أكثر من يوم، من أكثر من 15 سنة، 15 سنة أنا ما جيت مسكت، من 15 سنة. خاطري أوصل على عين النهار. حد يصير بقعة يدخل في الليل؟ لا، أي بلاد بتدخلها تدخلها على عين النهار. فمشترى ليل ما ينفع، مشترى نهار. أي بقعة بتصير على وضوح الشمس، تعرف البلاد تضاريس. أنا بلادي عمان، بلادي وعشقها عشقية الأول والأخير، الله يحفظها من دار. حالها حال بلادي، ترى بيننا وبين عمان نسب ودم ولحم وييرة وصداقة من مئات السنين. لا يخلو بيت في دولة الإمارات من نسيب ولا ابن عم ولا ولد خالة ولا صاحب ولا صديق ولا رحم ولا، لازم في صلة، لازم في صلة. دولة الإمارات كلها من السلع لين الفجيرة، لا يخلو منزل من صلة قرابة بينه وبين عمان وأهلها. يا الله يا رب إنك لا تغير علينا، ولا نحن، لا نحن ولا المسلمين ولا أمة أجمعين، لا تغير علينا إلا إلى الأحسن يا أرحم الراحمين يا رب. أقولكم اللي قال الورد أحينا، الورد يقطف المغرب أو الفجر، المغرب أو الفجر، ما يقطف الظهر. شو ما شاء الله تبارك الرحمن، شو ما شاء الله. هذا إنتاج أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. شفتوا الاسمنت، وشفتوا الياسمين، وشفتوا الفل، شي غادي ضروري لوقت قطف الورود هاي اللي تشوفونها، إن كان محمدي أو ياسمين، ما يقطف إلا الفجر أو أذان المغرب. إذا تباه ريحته تعطعط صبح ومساء وتغدي جيدة الريحة، لازم تقطف الورد يا الفجر يا بين الأذانين، بين المغرب والعشاء. والأحجام أحجام غريبة عجيبة، لازم في بلادها ما تشيخ، ما كانت تظهر الأشياء في المكان، لا تظهر الهمبا ولا تظهر الاسمنة ولا المحمدية ولا الهمبا ولا الفيفاي ولا هذا، كله ما كان يظهر. هذا حين كله بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا شيء ما في عناية مستحيل يضرب، كل شيء بعباله، تعبل رب العالمين بيرزقك، عقلها وتوكل. وهذا المحصول، هذا الإنتاج من الهمبا، هذا الإنتاج من الهمبا، هذا الإنتاج من الهمبا، ما يمن فراغ. شو الحجم؟ أكثر عن كيلو لين الحين في أول الموسم. هاي الوحدة أكثر عن كيلو، هذا في أول الموسم. اللي خلى الناتج بهالطريقة والفيفاي متعظم، وغادي حبة الفيفاي توصل إلى 3 كيلو حجمها، والإنتاج الغزير هذا اللي تشوفونه. أي إنسان يقدر تكون عنده أحسن مزرعة وأحسن إنتاج، وتعبه ما يروح في الهواء. شو السبب؟ ترتب شيء، كل شيء ترتبه، الري بانتظام، التسميد بانتظام، ترى كل شيء كثر سماد وقلة زباد، شيء يوم يزيد عن حده ينقلب ضده، ما يباله أي كلام. أي إنسان بإمكانه يكون عنده أحسن زراعة وأحسن شيء وأحسن ترتيب، وبيته غادي مرتب، ترى ما حين بيطيع صخ هذا المتو، ما طاع يرمس إلا حينه، مزقنا بوت. صحة الشيرة وشكلها ونظارتها، شرات نظارة الإنسان. شوفوا نحن كيف تغدي عندي الشيرة، شوف اللون الأخضر كيف غادي، وهذا الغلة الجديد، وفي نفس الوقت شيء إزهار جديد، شمنه قوة الأرض والطريقة التسميد
كأنك تعتني بحد من عيالك، كأنك تتعبى لحد من في حد من عيالك، تربية صالحة فيطلع الشير صالح. إنما تخلي زرع الله وعلى الله ما يستوي، والنعم بالله، لكن أعقلها وتوكل. الحمد لله رب العالمين، نحن أرضنا متنوعة في دولة الإمارات، فيها الجبلي وفيها الصحراوي وفيها الصبخة. نحن عيال في مدينة محمد بن زايد، أرضنا صبخة، لكن أنا مغير التربة وزايدنها ملطفنها. مع هذا كله طريقة التسميد وطريقة الري تختلف من أرض إلى أخرى، يعني اللي في ليوة وغياثي وبدع زايد، اللي في العين غير أرض عن اللي داخل مدينة أبوظبي. فاللي داخل مدينة أبوظبي أنت ما تروم تسجي 24 ساعة بيستوي تعفن في التربة، لأنها الأرض مكاننا الأرض هاي أصلها صبخة وبقعتنا مدفونة، وكل يدري هذه المدينة اللي بقع علينا نحن فيها. فالأرض يوم بتي مدفونة وفي عنتر صبخة الأول بحر، فلذلك هي تعفن كثرة الماء. كثرة الماء قلنا لكم بتسوي تعفن. أحد عنده منطقة يزرعها لا يقول فلان قال لي، لأن فلان اللي قال لك هذا يمكن مكان أرضه تربة تراب تراب نعيم، كم بتشب عليه من الماء ما يتم. فلذلك المنطقة اللي فيها رمول لازم تنسقها 3 مرات، المنطقة اللي فيها صبخة شرط بقعتنا نحن تنسقها في الأسبوع 4 مرات، مرة واحدة يا الفجر يا المساء. إن أردت أن تطاع اطلب المستطاع، لا تجيب لي خوخ وكمترة وإنجاص وتزرعه في صباخ وفي رمول، لا، حط الويمية هنيبية صريمة شيء مقدور عليه يعني مهضومة. لكن إذا تجيب شيء ما يظهر إلا في زعفران، تزرع زعفران تزرع قناد ما يستوي. يا أبوي بارك الله فيك، سو الشيء اللي في متناول اليد اللي بالاستطاعة أن يظهر في بلادك، يوالم البيئة. لا تجيب شيء ما يظهر إلا في هندوراس ويظهر في بنما ويظهر في طحنة الزمان، إلا إذا أنك بتكيف له أجواء. هذا أنا، وهاي مزرعة بيتي الخاصة في بيتي، بيت مزرعة بيت، ما بمزرعة ما بنخل، ما بنخل البطرانة، لا بيت. شو تبارك الرحمن ما شاء الله، اللهم صلي على كامل النور. ها كل عنقود بعنقود، فضل من الله سبحانه وتعالى، من العناية. بدون عناية ما يستوي شيء. العلم نور، ولازم الإنسان يسأل، واللي ما يعرف يتخبر اللي يعرف.